ما في شيء لحتى نتهمه فيه. بشو بدنا نتهمه يا تحسين بيك؟ إذا ما في لا احتيال ولا شيء غيره. ايه وهي أنا عم خبركن قبل ما يصير. ساولكن شيء يعني لازم أخسر مصاري لتصدق؟ ما بقدر. يعني حضرتك بتعرف قديش أنا بحترمك، ولما تكون بوضع صعب رح ساوي كل شيء بيطلع بإيدي، بس هذا الموضوع بالذات ما فيني أعمل فيه أي شيء. يعني إذا اتهمته هو رح يطلع بنفس اللحظة، لأنه أصلاً ما في جرم. أنا برأيي ما نلفت انتباهه أبداً، خليه عم يلف ويدور ويعمل اللي بده إياه، وخلينا نبين إنه صدقنا، ولما يغلط منقضي عليه. أصلاً بواحد كانون الأول رح ينكشف، لهيك خلينا نستنى لحتى تنكشف اللعبة كلياتها. مو خسرانين شي ما؟ وأنا هيك رأيي، يعني بلا ما نستعجل. تفضلي هذا إليك. إن شاء الله ألف مبروك. يبارك فيكي. كأنه كتير قريب ما؟ إيه يوم السبت الجاي. الله يتمم لك على خير. الله يسمع منك. صح رح يكون بمزرعة علمدار. هذا الخبر فرحني كتير. أكيد حضرة المحامية رح تكون موجودة مو؟ هي يلي رح تفتتح البيت، أكيد رح تكون هنيك. والله ما توفى على طلب القرض للأسف، بس أنا كتير مضطر على المصاري، يعني أنا في عندي التزامات ولازم أدفع. لا تواخذني. إيش يعني؟ حبيبي شو عم تعمل؟ ما خلصت؟ لا ما خلصت، أنا عم كمل النواقص. إيه طيب. ليك كمال لا تتأخر كتير علي، بعدين لا تخلي بانو تعبك كتير، فهمت؟ إيه طيب ماشي. يا ترى شو رح يعلنوا؟ كمال بيعرف شي؟ ليش مين يلي عم يشوفه لكمال؟ إله من الظهر مو مبين. يا ترى هن رح يعلنوا موضوع الزواج؟ قصدك إنه يفاجئونا؟ ما رح أتفاجأ. بعرف. ألو؟ كمال اللي وينك هلأ؟ مشغول بالي عليك كتير. شيرين أنا جسور. شو صاير؟ كمال في شي صار له شي؟ لا بس شرب كتير، هي هي كل القصة. ليكو هون. شبه؟ كأنه تحمس شوي، مو قرب عرسكم؟ كمال؟ كمال؟ حبيبي؟ شبك يا عمري؟ احكي لي حياتي. عملت شي مانو منيح أبدا. شو عملت؟ كمال اصحك، اصحك تقلي إنك خنتني مع وحدة تانية. والله بقتلك اصحك تقول هالشي. يلا احكي شوفي. يا كمال قول بقى. ليك والله بقتلك وبخلص عليك. كمال احكي شي. انا استثمرت المصاري بالبورصة. شو قلت؟ استثمرت كل شي معي بالبورصة. كنت مت اليوم. الله لا يسامحك، انا عن جد كنت رح موت. كمال زعلتي ما؟ طبعا زعلت. لا يكون عجبك اللي عملته فيني. لك انا اذا كسرت راسك قليل. انا خبرتكم مشان ما تقلقوا، بس طلعتوا قلقانين كتير. ما قدرت اترك شيرين تيجي لحالها. انا بعرف كتير منيح انك مو جاي لتشوفيني. لا تشرحي. البيت حلو كتير، ما توقعت يطلع هيك. وناطرينك لحتى تقعدي فيه. سوهان لو ظروفنا كانت غير هيك كنا هلأ شاب ومعه خطيبته. بس في عوائق كتيرة. بدي تتأكد إنه أنا رح أكون أكبر عائق يا جسور، وشو ما كانت الظروف أنا ما بدي أبداً إنك تكون بحياتي يا شب. ماشي.